رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظ على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. وقيمتنا لهذا الأسبوع هي الأمانة، وكونك مسلمة عزيزتي الطالبة فيجب أن تتحلي بالأمانة، فإن الله يأمرنا أن نكون لدينا أمانة، وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأيضا رسولنا الكريم أمرنا بذلك فيقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فيجب عليك إذا ائتمنوك أي أحد، سواء على كلمة، على سر، على معلومة، على أي شيء، أو ائتمنوك على أي شيء مادي لتحافظي عليه، فيجب أن تحافظي عليه ولا تخوني الأمانة. ذاتي هو حل تدريبات الوحدة الثانية. لقد انتهينا من الوحدة الثانية، واليوم سوف نقوم بحل التدريبات. فلتفتحي مع الكتاب المدرسي صفحة 102 إلى 105. درسنا عزيزاتي التغيرات، وعرفنا أنها تنقسم إلى فيزيائية وكيميائية. الفرق بينهما: الفيزيائية القابلة للإنعكاس، الكيميائية غير القابلة للإنعكاس. الفيزيائية يمكن إعادة المواد الناتجة لحالتها الأصلية، والكيميائية لا يمكن إعادتها بسبب تكون مادة جديدة. الفيزيائية مثل انصهار الثلج، انصهار الذب، التبخر. الكيميائية مثل حرق الخشب، حرق الأوراق، طهي الطعام، صدى الحديد. درسنا أيضا عزيزات الطالبات المقصود بالتفاعل الكيميائي، أن أي تغير يحدث في العناصر أو المركبات ويؤدي لإنتاج مواد من نوع جديد يسمى هذا تفاعل كيميائي. ودرسنا أيضا التغير الكيميائي، وهو يؤدي لتكوين مواد ناتجة جديدة تختلف في خواصها عن خواص المواد المتفاعلة. وأيضا عزيزتي درسنا أنواع التفاعلات الكيميائية: تفاعل احتراق، تفكك حراري، أكسدة، تعادل. تعلمنا أيضا عزيزات الطالبات أنه يمكن التعبير عن التفاعلات الكيميائية عن طريق المعادلات الكيميائية اللفظية. وأيضا تعرفنا على أن التفاعل الكيميائي مكون من مواد متفاعلة، مواد ناتجة، وأن الذرات لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكن يمكن إعادة ترتيبها خلال التفاعل الكيميائي. وقانون حفظ المادة هو أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، وتحتوي المواد المتفاعلة والناتجة على النوع نفسه وعدد الذرات نفسه أثناء حدوث التفاعل. صفحة 66. صنف التغيرات الآتية لتغيرات كيميائية وفيزيائية. الكيميائية سنضع رقم 1، الفيزيائية سنضع رقم 2. تبخر الماء أو تسخين الماء فيزيائي، احتراق فتيل الشمع كيميائي، انصهار الآيس كريم فيزيائي. صفحة 67. السؤال الثاني: فسري لماذا لا يعد الانصهار تغيرا كيميائيا؟ لأن الانصهار لا ينتج عنه مادة جديدة مثل انصهار الذبد، فإن انصهار الذبد أصبح أن الذبد قبل الانصهار ذبد، وعندما صهر أصبح زبدا ولكن في صورة سائلة. إذا قمنا مرة أخرى بوضعه في مكانه البارد فسوف يعود زبد مرة أخرى، فإذا هذا تفاعل عكسي فلا يمكن ويمكن إعادته إلى حالته الأولى ولا ينتج مادة جديدة، فلذلك لا يعتبر تغير كيميائي. السؤال الثالث: اكتب طريقتين يحتمل أن تكون فيهما المواد الناتجة مختلفة عن المتفاعلة، أي أنه هنا يقصد التغير الكيميائي، إذن فهو الاحتراق وممكن أيضا الصدأ. صفحة 67. السؤال الرابع: السر بين المواد المتفاعلة والناتجة. لكي نقوم بالإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقارن بين العناصر والمركبات من حيث نفس الاسم. مثلا في إيه؟ كالسيوم وأكسجين. ماذا سوف ينتج؟ سينتج أشياء مرتبطة بالكالسيوم والأكسجين. هل ممكن أن ينتج ألمونيوم؟ كالسيوم وأكسجين. هل يمكن أن ينتج ألمونيوم صوديوم يون؟ بالطبع لا، يجب أن يكون مرتبط بالاسم. إذا كالسيوم وأكسجين إيه؟ سوف نصلها ب 3 أكسيد الكالسيوم. ب نيكل وكبريت سنصلها بكبريتيد النيكل 4. كالسيوم وبروم سنصلها ببروميد الكالسيوم 2. صوديوم ويود نصلها ب1 يوديد الصوديوم. صفحة 80. السؤال الثالث: كيف تميز بين تفاعل التفكك الحراري والاحتراق؟ التفكك الحراري يحتاج طاقة حرارية لتفكيك المادة المتفاعلة، بينما الاحتراق ينتج عنه طاقة حرارية أثناء تفاعل المادة مع الأكسجين.
صفحة 87. السؤال الأول: صنف الأمثال الآتية كتفاعل احتراق أو تفكك حراري. اشتعال غاز الهيدروجين، اشتعل غاز الهيدروجين إذن احتراق. تحضير الجيرة الحية عن طريق تسخين كربونات الكالسيوم، عندما نقوم بتسخينها سوف يتكون أكسيد كالسيوم وثاني أكسيد كربون، إذن هذا تفكك حراري. صفحة 87. السؤال الثاني: اقرأ الملاحظات التالية ثم صنف التفاعل الكيميائي الذي حدث. يعرض المعلم مسحوق مادة الحرارة، فينطلق منها غاز ثاني أكسيد الكربون ويتغير لون المادة. ما هذا النوع؟ ثاني أكسيد كربون وتغير لون المادة، تفكك حراري. أحسنتم. ب: إضافة أكسيد كالسيوم للتربة لتقليل حموضتها. ضفنا أكسيد كالسيوم للتربة لتقليل حموضة، حموضة وأكسيد كالسيوم مادة قاعدية، إذن ماذا يحدث؟ تفاعل تعادل لينتج ملح وماء. صفحة 102. صف الفرق بين التغير الفيزيائي والكيميائي. التغير الفيزيائي قابل للانعكاس، الكيميائي غير قابل للانعكاس. الفيزيائي يمكن إعادة المادة مرة أخرى لحالتها الأصلية ولا ينتج مادة جديدة. الكيميائي لا يمكن إعادة المادة لحالتها الأصلية وينتج عنه مادة جديدة تختلف في خواصها عن المادة الأصلية. السؤال الثاني: أي مما يلي مثال على التغير الفيزيائي؟ التغير الفيزيائي: هل حرق الخشب؟ طهي الطعام، خليط من بردة الحديد ومسحوق الكبريت، عملية التنفس. بالتأكيد أحسنتم عزيزاتي، فهو سي، خليط من بردة الحديد ومسحوق الكبريت. 103. السؤال الثالث 103. السؤال الثالث: أي مما يلي مثال لتغير كيميائي؟ انصهار الثلج، اشتعال الألعاب النارية، غليان الماء، تكثيف بخار الماء. بالطبع سيكون اشتعال الألعاب النارية، لأن نتجت مادة جديدة ولا يمكن إعادتها إلى الحالة الأصلية. صفحة 103. السؤال السادس: يبين الجدول الآتي مواد متفاعلة وناتجة لبعض التغيرات. أجيب عن الأسئلة: إيه؟ ما التجربة التي تعد تفكك حراري؟ تفكك حراري بمعنى يكون لدينا مادة واحدة في المواد المتفاعلة ثم ينتج منها مادتين أو أكثر في المواد الناتجة. إذن هيا لنبحث في الجدول. A مادتان، B مادتان، C مادة واحدة، D مادتان. إذن أيهما تفكك حراري؟ C كربونات الكالسيوم ستتفكك إلى ثاني أكسيد الكربون وأكسيد الكالسيوم. B فسري لماذا صنفت اختيارك في الجزء A بأنه تفكك حراري. لماذا أجبنا أن C تفكك حراري؟ لوجود مادة واحدة في المواد المتفاعلة تفككت لمادتين في النواتج. صفحة 104. السؤال السابع: استقص أحد الطلبة مدى جودة أنواع الوقود المختلفة، حيث أشعل أنواع الوقود وسخن بعض الماء أيضا، وقام بقياس الفرق في درجة حرارة الماء بعد فترة زمنية محددة، ويبين الجدول الآتي قراءات تجربته. سمي نوع التفاعل الكيميائي الذي استقصاه الطالب. قام الطالب بماذا؟ بأشعل الوقود. أشعل الوقود، إذن هذا تفاعل احتراق. أحسنتم. أي نوع من أنواع الوقود هو الأفضل؟ وفسري إجابتك. تجد أن قام بحرق أنواع مختلفة من الوقود، فمثلا كان هناك درجة حرارة الماء لأحد الأنواع قبل التسخين 20، ثم أصبحت 35، و19 وأصبحت 30، و21 وأصبحت 25، و21 وأصبحت 42. إذن أيهما هو الأفضل؟ بالتأكيد الذي رفع درجة الحرارة أعلى، إذن هو دي، لأن الطاقة الحرارية الناتجة عن الاحتراق رفعت درجة حرارة الماء ل 42 درجة. سي اذكري عاملين يجب ضبطهما أثناء تنفيذ هذا الاستقصاء ليكون استقصاء عادلا. لتتذكروا مع المتغيرات والثوابت، إذن ماذا نحتاج هنا ليكون تفاعل اختبار عادل؟ أن تكون درجة حرارة الماء قبل التسخين ثابتة، ونستخدم كميات متساوية من الوقود. وبذلك عزيزاتي نكون قد وصلنا لنهاية درسنا اليوم. أريد منك أن تتأكدي من تحقيق أهداف الدرس. تقييم الختامي: اكتب المعادلة اللفظية لتفاعل الكالسيوم مع الأكسجين. كالسيوم زائد أكسجين سهم أكسيد الكالسيوم. وفي النهاية أتوجه لكم عزيزاتي الطالبات بالشكر، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من درس اليوم، ولا تنسوا القيام بأداء الواجب على البوابة الإلكترونية.